السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ شخباركم؟ اموركم هانيه؟ ايوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت ندير البصاره وبغيت نشاركها معكم على طريقتي. يعني كاين بزاف اللي كتعجبو، يعني كتعجبو البصاره، ولكن يعني كيضروا الفول ولا كضروا الجلبانه، ما كتهضمش. اللي عنده المشكل مع المصران ولا المشكل مع المعده، بحال مثلا انايا، سي فري كيجيني تجيني البصاره شويه صعيبه في الهضم، ولكن يعني فبلي وليت كنديرها على هذه الطريقه، بهذه الطريقه اللي كنديرها، وليت الصراحه الحمد لله ما بقيتش كنلقى معها مشكل. يعني كناكلها وانا مرتاحه، واصلا باقي عندنا حنا الجو ديال البصاره، يعني باقي ما سخنش عندنا الحال، باقي الشتاء، باقي البرد، باقي يعني الجو ديال البصاره مازال حاضر. يلا خليكم معايا ان شاء الله، ندير معكم هاد الوصفه تاع البصاره على طريقه فلوغ ام صابر ان شاء الله. من بعد ما غسلت الجلبانه والفول، المهم انا كنخلط صراحه، كنخلط الجلبانه وكنخلط الفول. بحال مثلا درتو زلافه تاع الجلبانه، كندير معها زلافه تاع الفول. واللي كيبغي غير مثلا يبغي غير الجلبانه بوحدها ولا غير الفول بوحدو، ما كيبغيش ما كيبغيهمش مخلطين، يقدر يدير غير الفول بوحدو ولا الجلبانه بوحدها. المهم دائما تيبقى الاختيار على حسب الذوق. صافي راني غسلتها بالماء مزيان، دابا غادي نديرها هنا في الكوكوط. غادي ندير عليها المطايب، المهم راه سخنته مزيان. بسم الله، وغادي نخليها تغلى من فهاد الماء. ممكن اللي كيرطبها مثلا، كاين اللي كيرطبها يخليها ليله كامله مرطبه، ولا في الصباح يخوي عليها المطايب ويرطبها، ولكن واخا هكداك كضر صراحه، كضر في المهم. انا تنهضر اللي عنده المشكل، اللي عنده مشكل في الهضم وعنده مشكل في المصران، وما اللي ما عنده حتى شي مشكل راه ما غاديش يدير ليه حتى شي حاجه. صافي كنخليها بحال هكذا، خاصها طيب منتحيد من هذيك الكشكوشه وديك الرغوه حتى تغلى مزيان، وكنحيد هذا الماء الاولاني، ماشي غير كنحيد هذيك الكشكوشه وصافي وتنخلي، نو كنحيد هذا الماء وكنعاود نطيب ماء واحد اخر وكنديرها فيه. المهم خليكم معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه. هاي بحال دابا هاد لاموس هادي هي اللي كيكون فيها دوك لي غاز وداك الشيء، هي اللي يعني كتاثر على الهضم وعلى اللي عنده المشكل تاع المصران. سواء كاين اللي كيحيدها كما حدا هي كتغلي وكيبقى يحيد هاد لاموس، سواء بحال مثلا انا كنحيدها كاع مثلا، كنصفي هاد الماء وتندير ماء واحد اخر. هاد الشيء اللي كاين. صافي راني صفيتها من الماء الاولاني اللي غلات فيه، دابا ننتقلوا نقول لكم شنو كندير فيها انايا من توابل ومكونات. الوغ البصاره اللي قال البصاره هي زيت العود، هي زيت الزيتون، انا درت واحد الكويس تاع زيت الزيتون. وعندنا الثومه، المهم حتى هي البصاره كتبغي بزاف، عندنا الثومه راني درت تقريبا نيت خير ربي تاع الثومه. بسم الله، عندي واحد شويه تاع المعدنوس، عندي واحد البصيله صغيره، وفي التوابل عندي قزبور حبوب، وعندي الكمون حبوب، عندي شويه تاع الخرقوم، شويه تاع البزار. يعني الخرقوم بلدي ضروري يكون مع شويه البزار باش كيتفاعل، باش كيولي زعما مفيد. المهم علاش كندير بزاف القزبر حبوب؟ لانه هو تيساعد على الهضم، يعني بحال هاد القطاني وداك الشيء مزيان ليه يكون القزبر حبوب. والملحه من بعد، الملحه حتى ان شاء الله تدخلها الطياب، عاد غادي ندير الملحه. صافي ونضيف ان شاء الله، نضيف الماء. بسم الله، الماء سخون. صافي من بعد ما ضفت الماء نحركها غير هكذا، ونسد عليها الكوكوط ونخليها طيب على عافيه مهيله. البصاره ديالنا صافي راه وجدات، تبارك الله راه طابت. نزيد لها الملحه. بسم الله، وصافي نبقى نعكها بهذا المغرف هكذا تاع العود.
حتى كتلين مزيان حتى الخشا كيقول لها الشلح، تيقول لها الناس المهم عرفتوش بالشلحة ولا ما عرفتش شنو، ممكن كيقول لها حتى الخشا البيصارة. صافي نبقى المعكه هكذا، واللي ما بغاش يمعك يعني بطريقه كاينه هذيك الطحانه اليدويه ولا يميكسيها بهذا الميكسور حتى هذا تي بحال هكذا، حتى هي كتميكسها مزيان كتعجبو تبقى مفرشه تبقى زعما شويه مفرشه يديرها غير بهذا المغرف. دابا انا غادي نسخن الماء وغادي نزيدها حيت تبارك الله عاقده بزاف، راه زدت فيها واحد شويه تاع الماء سخون حيت المهم كانت عاقده بزاف وميكستها وصافي. هي دابا راه واجده، بقى لينا غير اننا نقدموها ان شاء الله مع شي بريريت ديالها تايب الشيبه ويا سلام. يلا خليكم معايا ان شاء الله للتقديم. صافي البصره هي درتها في الطاجين هنايا حيت الطاجين كيشد تيشد السخونيه داكشي علاش درتها هنا، وعادي ان شاء الله نقدمها مع السردين. السردين تاع البواطه، شكون بحالي عزيز علي السردين تاع البواطه، هذا راه جاي من المغرب ديال لو ماغ تاع اكادير هكذا مع شويه تاع الهريسه. المهم اللي عزيز علي السردين بحالي هكذا تاع البواطه يكتبها لي في الكومونتير. وواحد المهم الشليضه ماروكان بديك البصله الخضريه وفليفله هنايا فليفله مرقده حويره، حتى هي درتها بشويه تاع الكمون والفينيغرو مليحه سيتو. صافي وعندي هنايا عندي هنا الزيت، دائما انا كان هكذا الزيت تاع البصاره ولا العدس ولا حتى البيتزا كندير لها بحال هذا هكذا. المهم راه كاين فيها ها هي اللي كتبان لكم، دايره فيها الثومه، دايره فيها الزعتر، دايره فيها السودانيه، ها هي هنا السودانيه، دايره فيها قزبر حبوب، ودايره فيها اوراق سيدنا موسى. صافي كنضيفها بحال هكذا العزيز عليه الحار، زويته هكذا حويره كتجي حتى هي كتجي بنينه. وما نعاود لكمش على هاد البصاره فريمون كتجي لذيذه وبنينه الصراحه هكذا ميلونجي مع الفول والجلبانه وديك البصيله هكذاك والثومه كتجي لذيذه. كاين الصراحه اللي كيدير غير يعني البصاره معروفه غير بالثومه والكمون وزيت الزيتون، ولكن دابا راكم كتعرفوا ما بقاش داك الفول البنين اللي باش ديرو غير بوحدو مع الكمون وداكشي. صافي يعني كيجي زوين هكذا تخلطو مع يتخلط تاهو مع شويه ديال التوابل هكذا كيجي لذيذ. صافي وهكذا تنديرو شويه تاع الكمون حتى هي وكتقدم على هاد الطريقه. وعمرت واحد الكويس تاع اتاي الشيبه كي قلت لكم فوالا، ايوا بالصحه والراحه فوالا مع هاد الكويس هكذا بالرزه يا سلام. ايوا سمحوا ليا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.